يعني انت تشوف انه الفحص الحقيقي للشباب هي مباراه الهلال. طبعا الهلال محطه فحص لكل الفرق. لا انا اتكلم عن الشباب، خلينا من كل الفرق الحين خلاص الشعارات حقتك، انا اتكلم الشباب. الشباب الاختبار التحريري حقه اي والله مباراه الهلال. مباراه الهلال لانه يعني الهلال بحكم انه بطل وفريق متمرس. انا اتفق معك. فنشوف الشباب امام الهلال ما تدري ايش بيصير، يعني احداث لا واحده. اتفق معك. لكن اذا استمر الشباب بقوه هذه الله يعين الهلال، عشان بعد يقولون بس الفحص فحص يعني. فاصل قصير بعد هذا.